اكتشف معدن البلاتين لأول مرة في عام 1557، وذلك على يد العالم الإيطالي يوليوس سكاليجر. وفي عام 1750 تم اكتشاف كميات كبيرة من معدن البلاتين، وذلك عندما عثر الإسبان على ترسبات لخامة البلاتين في أمريكا اللاتينية، ولكنه كان في ذلك الوقت رخيص الثمن لعدم معرفة الناس لقيمته الحقيقية. ولكن قيمته بدأت بالارتفاع عندما انتشر استخدامه وأصبح العالم على علم ودراية بفوائده. أطلق عليه اسم الذهب الأبيض، فهو يعتبر من أندر المعادن وأثمنها في العالم. قلما يتم العثور على عنصر البلاتين في الطبيعة كعنصر خام، يوجد في العادة مختلطاً بنسب مختلفة بخمسة عناصر أخرى، وهي البالاديوم والأزميوم والإريديوم والروثينيوم والروديوم، وهي مجموعة تنضم إلى زمرة معدن البلاتين، وجميعها معادن ثمينة. وفي حالة نادرة سجل في روسيا في منتصف القرن الثامن عشر العثور على كتلة تزن 9.5 كيلوغرامات من البلاتين الطبيعي الخام. البلاتين عنصر كيميائي في الجدول الدوري يرمز له بالرمز PT، وعدده الذري 78. في حالته الحرة المتراصة يوصف ببريق معدني أبيض فضي اللون، وهو من المعادن التي يصعب التعامل معها بسبب درجات انصهاره المرتفعة. تبدأ جزيئاته بالتفكك والانصهار عند 1770 درجة مئوية، وللوصول إلى مرحلة الغليان يتطلب الوصول إلى 3800 درجة مئوية، وهي درجات حرارة مرتفعة بالنسبة لبقية المعادن. اشتقت كلمة البلاتين من كلمة بلاتا الإسبانية، والتي تعني الفضة، وذلك لأن الإسبان ظنوا بأن معدن البلاتين هو نفسه معدن الفضة. وبعد أن ميزوه ونظراً لمزايا البلاتين النفيس من حيث اللون الفضي واللمعان الشديد، ونظراً لخواصه الممتازة الأخرى، فقد صار يستعمل في صناعة الجواهر والحلي بكثافة، وذلك منذ العام 1906. وما زال البلاتين أغلى من الذهب وأشد صلابة من الذهب والفضة، وهو معدن غير شفاف وله لمعان معدني جذاب يمتاز بلون أبيض فضي أو رمادي لامع، ولا يختلف لونه عند الخدش. ومن ناحية أخرى فالبلاتين معدن طري وسهل التشكيل كالذهب والفضة، وهو قابل للطرق والسحب والتشكيل، وهو مقاوم للعوامل الجوية من الأكسجين والرطوبة الجوية، ولذلك فهو أغلى المعادن النفيسة حتى يومنا هذا. فهو مقاوم لعوامل الصدأ، ويقاوم التفاعلات الكيميائية، وهو يقاوم جميع الأحماض فيما عدا الماء الملكي الذي يذوب فيه البلاتين والذهب، كما أنه يقاوم الحرارة بشدة، حيث إنه يبقى ناصع البياض في درجات حرارة تصل إلى 1600 درجة. وعادة ما يضاف إلى البلاتين معدن الإريديوم ليكسبه صلابة ومتانة أشد، لكنه يبقى محتفظاً بصفاته الأصلية ولا يؤثر على الإريديوم. إن الكثافة العالية والوزن الثقيل لمعدن البلاتين ومجموعته تجعله يمتاز بسهولة انفصاله عن المعادن الأخرى كتلك التي تكون عالقة فيه من الصخور النارية، وهي الخامة الأم لمعدن البلاتين. فإذا تعرضت تلك الصخور إلى العوامل البيئية كالفيضانات والانزلاقات الجليدية وعوامل الحت والتعرية، فإن رواسب البلاتين تبقى مجتمعة إلى بعضها البعض لتقارب خصائصها وميزاتها معاً. بالإضافة إلى أن كثافة معادن البلاتين العالية وأوزانها الثقيلة، فإن عدم قابليتها للتفاعل مع العناصر الأخرى والهواء والرطوبة تجعل تلك المعادن مجتمعة ويسهل الحصول عليها.
يوجد عنصر البلاتين في الطبيعة بوجه عام في المناطق الواقعة ضمن الصخور النارية، وتعرف خاماته باسم بوليكسين. يصل نسبته من 80 إلى 90% من البلاتين و10% من الحديد، وهو معدن فائق الندرة يتواجد بنسبة ضئيلة جداً. عرف الإنسان البلاتين وعناصره الخمسة المشابهة له منذ القرن 16 الميلادي، وفي العام 1822 اكتشف منجم غني بالبلاتين في جبال الأورال في روسيا، واكتشف أيضاً في كل من فنلندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرازيل والبيرو ومدغشقر وجنوب أفريقيا، كما اكتشفت مناجم أخرى في ألاسكا شمال كندا وولايتي كاليفورنيا وأوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية. من أكثر سبائك البلاتين شهرة واستخداماً سبائك البلاتين الممزوجة بالإريديوم، فهي تستخدم بكثرة في صناعة الجواهر الثمينة والصناعات الكهربائية طويلة الأمد وفي صناعة العدد واللوازم الجراحية في المجالات الطبية، وهي من أفضل المواد المستعملة في الإجراءات الكيميائية بسبب قوة صلابتها وقوتها ضد التآكل والصدى أو التفاعلات الكيميائية. وتختلف النسبة المضافة من الإريديوم إلى البلاتين باختلاف الوظيفة المراد استعماله فيها. أما سبائك البلاتين الممزوجة من الكوبلات فهي تستعمل بوجه خاص في صناعة المغانط الدائمة فقط، أما السبائك الممزوجة بالروديوم أو التنجستون بنسبة لا تتجاوز 10% فهي هامة جداً في صناعة المحولات الكهربائية عالية الضغط وشمعات الاحتراق في الطائرات ومعادن التسخين والاحتراق، لأنها تتحمل درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 1100 درجة مئوية. وتستعمل رقائق البلاتين النقية في تلبيس الأسنان، وغالباً ما يكون بدرجة 99% من البلاتين النقي. إن أول مرة عرف فيها الأوروبيون معدن البلاتين كان عندما اكتشفه الإسبانيون في كولومبيا بأمريكا الجنوبية عام 1735، ومن ثم بدأت الاكتشافات تتوالى في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، واستمرت الطريقة التقليدية في جمع خامات البلاتين من رواسب الأنهار وضفافها حتى عام 1934، عندما اكتشفت خامات البلاتين المتجمعة في مناطق الصخور النارية بنسب كبيرة فاقت جميع الكميات الرسوبية في الأنهار. كان ذلك في جنوب أفريقيا منطقة بوشفيلد من سلسلة جبال ميرينسكي التي جعلت جنوب أفريقيا أكثر أقطار العالم إنتاجاً للبلاتين في العالم، والتي بلغ إنتاجها نحو 80% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتعد نسبة الإنتاج العالمي من البلاتين شحيحة نسبياً إذا ما قورنت بالمعادن الأخرى، فقد وصل حجم الإنتاج العالمي من خامات البلاتين بما يزيد عن 100 طن سنوياً. يتميز البيزموث بخاصية فريدة عن باقي العناصر الأخرى. أول اكتشاف لمعدن البيزموث كان في ألمانيا في القرن 16، ويعود الفضل في اكتشافه إلى العالم الألماني جورجيوس أغريكولا، وهو أحد مؤسسي علم المعادن. البيزموث من المعادن النادرة وقليلة الوجود في القشرة الأرضية. قدر العلماء نسبة توفر خامات البيزموث
بنحو 2/100,000 من وزن القشرة الأرضية، أي أنه في كل كيلوغرام من الأرض يوجد 1 ميليغرام من عنصر البزموث و1 ميكروغرام لكل متر مكعب في الهواء، وهي تعادل الكمية المتوفرة من خامات الفضة. يمكن إيجاده في الطبيعة بصورته النقية، لكنه غالباً ما يوجد على صورة مركبات كبريتاد أو أكاسيد البزموث. بصورة عامة، يمكن الحصول على عنصر البزموث كمنتج ثانوي عند تنقية خامات الرصاص والنحاس والقصدير، وتحتوي تلك الخامات على نسبة 10% من عنصر البزموث. تتوفر تلك الخامات بكثرة في كل من أستراليا والصين وبوليفيا وإنجلترا وغيرها. البزموث عنصر كيميائي يرمز له بالرمز Bi ورقمه الذري 83، وهو معدن ثقيل الوزن أثقل من الحديد والنحاس، لكنه معدن غير قاس، وهو سريع التفتت ولا تزيد صلابته عن مقدار 2.5 بقياس موس للصلابة. في حالته النقية يكون لون البزموث أبيض فضي ولامع، بينما يتمايل للإحمرار أو اللون الوردي إذا كان به بعض الشوائب. كما يتمتع المعدن بدرجات انصهار معتدلة، يمكن صهره عند درجة حرارة تبدأ من 271 درجة مئوية، أما درجة غليانه فتصل حتى 1500 درجة مئوية. والبزموث من المعادن رديئة التوصيل للحرارة والتيار الكهربائي، فهو ثاني أسوأ موصل للحرارة بعد الزئبق. أكثر من نصف معدن البزموث في العالم يستعمل في صنع السبائك، فعند مزجه بالمعادن الأخرى كالحديد والقصدير والرصاص تقل درجات انصهاره ويسهل التعامل معه. يستخدم البزموث في صناعة الأسلاك الخاصة بالمجسات الحرارية لتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية يمكن قراءتها وقياس درجاتها، وهي تسمى ثيرموكابل. تساعد مزايا عنصر البزموث في صناعة أسلاك رفيعة جداً تبدأ من 60% وحتى 9% من السنتيمتر المكعب، ويستخدم هذا المعدن في صب المصفورات الصغيرة والدقيقة كصنع الأختام والشعارات. وكثيراً ما يستبدل معدن الرصاص بالبزموث في صناعة قوالب الماكينات الكبيرة بسبب تشابه صفاته بالرصاص، بل إنه أفضل منه ببعض المزايا في تلك المهمة. يدخل البزموث في المفاعلات النووية، فهو لا يمتص النيترونات بسهولة، ويستعمل البزموث المنصهر لحمل الوقود المشع إلى جوف مفاعلات نووية معينة، ويساعد البزموث أيضاً في تبريد المفاعل. البورون هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري يرمز له بالرمز بي وعدده الذري 5، وهو عنصر فلزي ثلاثي التكافؤ، ويتواجد البورون بوفرة جيدة في ملح بورات الصوديوم، وهناك صورتان متأصلتان للبورون، فالبورون غير المتبلور عبارة عن مسحوق بني، ولكن فلز البورون بشكله البلوري أسود اللون. في حالته الفلزية المتبلورة يتصف عنصر البورون بالقساوة الشديدة، إذ تبلغ قيمة قساوته 9.3 على مقياس مو، وهو موصل رديء في درجة حرارة الغرفة، ولا يمكن إيجاده بحالته النقية في الطبيعة.
البورون عنصر شره للإلكترونات، حيث إن لديه مداراً شاغراً، ومركبات البورون تتبع سلوك أحماض لويس، واتحاده بسهولة مع المواد الغنية بالإلكترونات هو محاولة لإشباع طلب ذراته للإلكترونات. ومن خصائص البورون الضوئية أنه قادر على إنفاذ الأشعة تحت الحمراء، وفي درجات حرارة الغرفة يكون البورون موصلاً سيئاً للكهرباء، ولكنه موصل جيد في درجات الحرارة العالية. للبورون أقوى تحمل للتوتر بين العناصر المعروفة. يمكن استخدام نيتريديد البورون في صناعة مواد قاسية تعادل قساوة الماس. كما يقود النيتريد كعازل كهربائي، ولكنه يوصل الحرارة بشكل شبيه للفلزات. كما أن للبلارات القدرة للعمل كمادة مقللة للاحتكاك تشبه تلك الموجودة لدى الجرافيت. والبورون يشبه الكربون أيضاً في قدرته على تكوين شبكات جزئية من روابط تكافؤية مستقرة بين المعادن الأخرى. عرف العرب قديماً مركبات البورون باسم البورو. اعتمدت عملية تحنيط المومياء على خام يعرف باسم نترون، والذي يحوي على البوريتس وأملاح أخرى شائعة. واستخدم البوراكس في طلاء الزجاج في الصين منذ 300 عام قبل الميلاد، كما استخدم في صناعة الزجاج في روما القديمة. لم يتم فصل عنصر البورون إلا عام 1808 على يد السير همفري ديفي وجاي لوساك وثينارد، حيث فصلوه حتى نسبة نقاوة تصل إلى 50%. لم يعرف هؤلاء كون المادة كانت عنصراً. كان يونس ياكوب الذي عرفه كعنصر عام 1824، وتم إنتاج أول عينة من البورون الصرف على يد الكيميائي الأمريكي وانترا واب في عام 1909. الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا هما أكبر منتجين للبورون في العالم. البورون لا يوجد في الطبيعة بشكل حر، ولكن يوجد على شكل مركبات من البوراكس. يوجد حمض البوريك أحياناً في الينابيع البركانية. المصادر المهمة اقتصادياً تأتي من احتياطيات خامات الكرنيت والتنكال والتان، وتوجد في صحراء موجافي في كاليفورنيا، وتحظى تركيا أيضاً في الكثير من خامات البوراكس. في عام 1997 كانت تكلفة شكل بلوري من البورون حوالي 5 دولارات أمريكية لكل جرام، بنقاء يصل إلى 99%. وكانت تكلفة الشكل غير المتبلور عديم الشكل دولاران أمريكيان للجرام الواحد. تحضير البورون النقي ليس بالشيء السهل. يمكن تحضير البورون النقي باختزال شكل متطاير من البورون باستخدام الهيدروجين في درجات الحرارة العالية. البورون البلوري يوجد بشكل بلورات سوداء لامعة، وهي ذات قساوة عالية جداً، ينصهر في درجة حرارة مقدارها 1200 درجة مئوية، ويغلي في درجة حرارة تزيد على 2500 درجة مئوية. تتناقص مقاومته الكهربائية بسرعة بازدياد الحرارة. أهم مركبات البورون المجدية اقتصادياً تستخدم بكميات كبيرة في إنتاج الألياف الزجاجية العازلة وفي صناعة الزجاج بشكل عام ومواد التبييض،
وبسبب لونه الأخضر المميز يستخدم في الأضواء أو الإشارات الخضراء والألعاب النارية المحترقة. أما حمض البوريك فهو مركب هام في صناعة النسيج، وتستخدم مركبات أخرى كمواد حافظة للأخشاب، ولهذا تستخدم بسبب انخفاض سميتها. أما نظائر البورون فهي تستخدم للمساعدة في السيطرة والتحكم في المفاعلات النووية وكدرع واق من الإشعاع، وكذلك للكشف عن النيوترونات. أما الفتائل والخيوط المصنعة من البورون فتتميز بقوة عالية وكتلة قليلة، ولذلك فهي مستخدمة بشكل رئيسي في هياكل مركبات الأجواء العالية والفضاء المتقدمة، ويمكن أكسدة هيدرات البورون بسهولة وتحرر كمية جيدة من الطاقة، فهي تدرس لاحتمالية استخدامها كوقود للصواريخ. أما في المجالات الطبية فيتم بحث استخدام مركبات البورون للاستخدام في طيف عريض من التطبيقات، منها الآن كجزء من الأغشية المنفذة للسكر وكواشف الكربوهيدرات والمجمعات الحيوية. ويبدو أن لمركبات أخرى للبورون مستقبل واعد في علاج الروماتيزم وألام المفاصل. يتمتع نتريد البور بدرجة انصهار عالية تبلغ نحو 3000 درجة مئوية، لذلك فهو يستخدم في تبطين الأفران المعدة لصهر المعادن. أما ثنائي البوران الذي يستخدم كوقود في الطائرات والصواريخ فيمكن تحسين بعض صفات الحديد الصلب بإضافة البورون إليه، ويؤدي هذا العنصر دوراً بيولوجياً مهماً في عالم النباتات، إذ تتراوح نسبته ما بين 2.3 ميلي جرام بور من المادة الجافة في أحاديات الفلقة، أما نسبته في ذوات الفلقتين فهي تتراوح بين 8 و95 ميلي جرام لكل 1 كيلو جرام من المادة. أما حمض البور فهو يدخل في الحموض الضعيفة، ويدخل في صناعة بعض الأدوية الصيدلانية كمادة معقمة، ويساعد على حفظ الأطعمة، كما يستعمل في صناعة الخزف وبعض أنواع الزجاج، إذ يفيد في إنقاص عامل تمددها الحراري. عنصر البورون والبورات ليست سامة، ولذلك فإنه لا يوجد إجراءات خاصة عند التعامل معه، ولكن بعض مركبات البورون والهيدروجين سامة وتحتاج إلى معاملة خاصة.